مؤشرات مع عبد الله بحميشان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج مؤشرات، معي أنا عبد الله بحميشان. أول شيء حاب أعيد عليكم كل عام وأنتم طيبين وعيدكم مبارك وعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات أعواما وسنين عديدة ومديدة. اليوم في برنامجنا برنامج مؤشرات عندنا موضوع جدا مهم، يمكن كلنا يعرف هذا الموضوع، يمكن حتى المحاور اللي راح أتكلم فيها في هذا الموضوع معروفة، لكن نذكر فيها ونتكلم في تفاصيل شوي بسيطة في هذا الأمر. التفاصيل هذه ممكن تساعدنا كلنا على أنه إحنا فعلا نقيس مؤشرات جودة حياتنا. للتواصل معنا على الإذاعة أرقام التواصل 012-6161-100، للواتساب 055-66-89-001. نكرر أرقام التواصل 012-6161-100، واتساب 055-66-89-001. عشان تعرف أنه أنت عندك مؤشرات جيدة لحياتك، عشان تقيس مدى جودة حياتك، عشان تعرف أنت ماشي على مسار صحيح في هذه الحياة، في محاور مهمة أنت لو عرفت تتعامل معها أنت تقدر تقيس مدى جودة هذه الحياة. نتكلم عن المحور الأول اللي هو العلاقات الاجتماعية. يعتبر التواصل الاجتماعي والعلاقات القوية والصحية مهم جدا لحياتك، مهم جدا ليومك، لأنه أنت تصنع كل حياتك بناء على اللحظة اللي أنت تعيش فيها. لا تفكر في مستقبل ولا تفكر في الماضي، أنت يومك اللي قاعد تصنع فيه حياتك فعليا. اليوم إذا أنت قاعد تفكر في بكرة وقعدت تفكر في أمس، فأنت راح تقعد مشغول في مستقبل غير معلوم لك هو عند الله سبحانه وتعالى، وقعدت تفكر في ماضي سواء كان فيه أشياء جميلة راحت فأنت قاعد على أطلال، أو أنت قاعد تفكر في الماضي في أمور مزعجة جدا. بالتالي أنت مهم جدا أنك تخصص في يومك شيء أو جزء من الوقت للتواصل مع علاقات اجتماعية جيدة، مع الأصدقاء، مع العائلة، الأحباء، تستمتع معاهم بوقت مشترك لو كان حتى من خلال تواصل عن طريق الواتساب، من خلال الرسائل النصية، من خلال اتصال هاتفي، من خلال جمعات. مو شرط أنك أنت يكون عندك في يومك علاقات اجتماعية لابد أنك ترتبط ولا تروح تجتمع معاهم بحكم أنه والله مثلا زحمة في الشوارع، والله حر، والله ما أقدر أطلع، والله ما لي خلق أسوق، تعبان جاي من الدوام، لكن ممكن تتواصل معهم بكل الطرق البسيطة. اليوم ممكن وسائل التواصل الاجتماعي ما خلت مجال أنك أنت تقول ما أقدر أتواصل مع أحد. فلما يكون عندك جودة في هذا المؤشر اللي هو مؤشر العلاقات الاجتماعية راح يكون عندك مساهمة في المجتمع. مساهمتك هذه في المجتمع، مشاركة في أعمال تطوعية خيرية مع الأقارب، مع اللي حولك، مع الناس اللي هم أصدقائك اللي هم مقربين منك، راح يكون عندك بناء لعلاقات أكثر قوة، أكثر انتماء، راح يكون عندك مجتمع فعلا قوي، علاقات اجتماعية رائعة راح تساعدك على تجاوز كثير كثير من أمور الحياة، راح تستمتع فيها، راح تكون فيها قوي جدا، راح تبدأ تختار الأشخاص اللي يتناسبون معك أنت، مع طبيعتك أنت. أرجع أكرر أنه كل يوم من أيام حياتك هو أنت عايش بس اليوم، نفس اليوم هذا، فأنت ركز على أنه هذا اليوم تختار الأشخاص اللي تتواصل معهم. نبدأ مثلا بالأشخاص الأهم، نبدأ بالوالدين.
دعوة الصباح تطلع من بيتك، دعوة الصباح من والدينك، يعني تحقق لك نوع من السعادة، الاستقرار، ابتسامة رائعة، تحس أنه في سبحان الله ظهر قاعد يساندك بدعوة مع الله سبحانه وتعالى. هذا جزء مرة مهم من يومك كاجتماعي، كعلاقة اجتماعية. نبدأ بعدين نجي نروح للخطوة الثانية. أنت رايح دوامك، عندك زملاء في العمل، اختار منهم الناس الرائعين اللي يساعدونك على أن يكون عندك حافز، أن يكون عندك دافعية، أن يكون عندك حماس للعمل، أن يكون عندك رؤية لصناعة يوم جميل في هذا العمل. ونبدأ نعيد أو نبدأ نختار من يومنا مين نكمل في التواصل، مين الناس اللي راح اليوم نختار أنه إحنا نكون معاهم. مرة راح نختار الأخوان، مرة نختار الأصدقاء، مرة نختار أنه إحنا نكون علاقات جديدة. فهذا المؤشر في حياتك، إذا أنت حطيت له رقم، قيس هذا الرقم مثلا من 0 إلى 10، شوف نفسك فين، وشوف أنت كيف ممكن تطور وفين تبغى توصل. كل ما كان علاقاتك الاجتماعية قوية، كل ما كان عندك فعلا فعلا قدرة على بناء شخصية رائعة، كل ما كان عندك قدرة على أنك تنمو. عشان ننتقل للمحور الثاني، خليني أذكركم بأرقام للتواصل، أرقام التواصل للمداخلات والأسئلة والاستفسارات وإبداء آراءكم، لأنه ما نستغني عنكم. للتواصل هاتفيا 012-6161-100، للتواصل عبر الواتساب 055-66-89-001. للاتصال الهاتفي، واتساب 055-66-89-001. قلنا العلاقات الاجتماعية واختيارها والتعامل معها يوميا يريحك أصلا حتى في موضوع أنه والله عندي زحمة، أنا مثلا أخواني كثير، أنا مجموع الأسرة كثير، أصدقائي كثير، مجتمعي كبير، كيف أتواصل معهم كلهم؟ لا، قلنا قسم كل يوم، اختار مجموعة تواصل معها، تلاقي نفسك مثلا خلال الأسبوع تواصلت مع الجميع، حفزت الجميع، استمتعت مع الجميع، أخذت وقت مع الجميع جميل، وبالتالي بدأت في موضوع تنمية العلاقات، تنمية الثقة في الذات، وبدأت التنمية الشخصية، عندك تزيد تحقيق للذات، وراح نتكلم عن هذا الجزء. في النمو الشخصي، جزء من النمو الشخصي أنك أنت يكون عندك علاقات جيدة. النمو الشخصي جزء منه مرة مهم، اللي هو العلاقة. العلاقة راح تبني ثقافات مختلفة، راح تفهم من الناس كيف ممكن تتعامل معاهم، كيف راح تفهم اختلاف الثقافات، اختلاف الشخصيات، اختلاف طرق التواصل. كل شخص له مميزات ولو عيوب، راح تتعامل مع المميزات انك تكسب منها. نمو في شخصيتك، راح تتعامل مع العيوب انك كيف تتعامل معها وتواجهها في المستقبل. تتعلم مهارات جديدة، تحقق أهداف شخصية ومهنية. أهدافك الشخصية قلنا جزء منها مرة مهم، أنك تتعامل، آلية التعامل مع الناس، آلية التعامل مع حياتك، مهارات شخصية. مهنية، راح تتعلم جزء كبير في العمل، تنموي لعملك، لمسار حياتك الوظيفي، مسارك المهني، مسارك إذا كنت أنت تعمل في مجال التجارة أو من رواد الأعمال. وراح تكتشف قدرات عندك يمكن أنت ما تعرفها من خلال العلاقات، لأن الناس راح تعطيك تغذية راجعة، راح تقول عنك اللي أنت ما تعرفه أو أنت تعرفه بس كنت غافل عنه. راح تتكلم عنك أنه أنت ترى فيك المميزات الفلانية والفلانية، وعندك القدرة أنك أنت توصل هذه المعلومة أو هذا الجزء من
من المهارة للآخرين. نتكلم أنه تستكشف مواهبك، تستثمر في هذا التطوير عشان تطور حياتك، ولما تبدأ تطور حياتك راح تبدأ تتعامل بتوازن فعلا بين شخصيتك الحقيقية اللي أنت عايش عليها واكتشفت منها مهارات والمكتسبات الجديدة اللي تعلمتها. عندنا سؤال على الواتساب يقول إيش يعني أخصائي نفسي؟ الأخصائي النفسي هو تخصص لعلاج الصدمات النفسية، لمتابعة الحالات النفسية مثل الاكتئاب، مثل مشاكل المتعلقة بالتفكير، الإفراط في التفكير، ممكن الوساوس. المعالج النفسي يساعدك على أنك تجتاز هذه التحديات من خلال الأدوات اللي يملكها أو تعلمها. أدوات كثير موجودة في علم النفس وفي الطب النفسي أو في العلاج النفسي، العلاج المعرفي السلوكي والعلاج بالتنويم المغناطيسي والعلاج بالاسترخاء وعلاج كثير أنواع العلاجات، ولها متخصصين. وتقدر تتواصل لما تقول أنا والله عندي تحدي نفسي، تقدر تتواصل مع معالج نفسي يتعامل مع هذه التحديات. بعدها بعد ما احنا نكون كوننا جزء كبير في التنمية الشخصية وتحقيق الذات، راح يرتفع عندنا جزء مهم جدا جدا، لكن راح نتكلم فيه بعد الفاصل. مؤشرات مع عبد الله بحميشان. كنا نتكلم عن جزء مهم، وقلنا بعد التنمية الشخصية والتحقيق الذاتي راح نصل لمؤشر آخر اللي هو احترام الذات والرعاية الذاتية. يتضمن إبداء اهتمام كبير لاحترام الذات والرعاية الذاتية أنك أنت تعتني بنفسك. الله سبحانه وتعالى يعني في القرآن أوصى أن الأقربون أولى بالمعروف، فأنت الأقربون الأساسيون لنفسك، أنت القريب، أنت المفروض تكون مهتم بنفسك على جميع الأصعدة، بداية من موضوع الجزء الداخلي النفسي اللي عندك. أنك أنت تبدأ تشوف وين الجوانب القوة اللي عندك وتعززها وتزيد من الإنفاق فيها. يعني كيف الإنفاق فيها؟ يعني أنك أنت تعطي الناس من هذه الجوانب الجيدة. إذا أنت متحدث جيد، إذا أنت إنسان راغب في دعم الآخرين، إذا أنت إنسان كاتب جيد، إذا تبدأ تشارك الناس هذا الجمال، هذه الأشياء الرائعة اللي فيك، هنا يزيد عندك احترامك لذاتك. والسبب أنك أنت قاعد تقدم شيء مفيد للمجتمع، تقدم شيء مفيد للناس، قاعد تصنع أثر في حياة الآخرين. ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا، مين معانا؟ الله يعافيك، ومن وين؟ مرحبا، معك ريم من الرياض. يا اهلا وسهلا، تفضل ريم. اهلا وسهلا. بخصوص نقطة انه احب نفسك واعطي نفسك، انا مرة اصدق فيها، وانا مرة اصدق انه الواحد إذا حب نفسه أولاً يقدر يعني هذا الحب يوزعه على اللي حوله، حتى لو يعني ما في شيء يعطي اللي حوله، يكفي إنه المعاملة الحسنة، يكفي إنه تعطي الناس اللي حولك، سواء مو بشرط إنه شيء ملموس نفس ما قلت أنت، يعني ممكن يكون الواحد عنده خصال كويسة، يعني المساعدة بالشيء البسيط، صح، الإعطاء يعني بجميع جوانبه، سواء يعني عطاء يعني مساعدة، عطاء حب، عطاء تعامل حسن. نعم. يعني هذا حد ذاته يعني شيء تقدمه للناس وبيرجع لك في يوم ما.
صحيح، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تكلم في الحديث أنه الابتسامة صدقة. بالضبط. فكون أن الإنسان يعطي جزء معنوي، مو شرط أني أنا أكون عندي أموال ولا يكون عندي أشياء مادية أقدمها للناس، قد ما يكون عندي جزء يعني أتكلم عن جزء معنوي. الجزء المعنوي مرة سهل، سهل جدا أني أبتسم، سهل جدا أني أنا إذا شفت إنسان عنده مشكلة ولا عنده تحدي ولا زعلان، أجي أقول له أصبر، أجي أقول له إن شاء الله ربي يحلها، أجي أقول له كلمتين طيبة، ممكن أساعده إذا أقدر، أساعده معنويا، أساعده تناول الجميع يعني. نعم. الواحد يقدر يساعد بالشيء القليل. طب وجهة نظرك ريم، إذا كان الإنسان يقدر يساعد بالشيء الجميل، لو كل فرد من أفراد المجتمع بيسمعنا اليوم أو بيسمعنا بكرة في التسجيل بحاول يساهم بجزء بسيط، يعني اللي موظف وداخل دوام يصبح على الشباب وعلى الزملاء في العمل بابتسامة عريضة، ولا واحد طالع من بيته يسلم على أولاده ويقول لهم مع السلامة وأشوفكم على الغداء، بس يعني كلام جميل، إيش راح يصير؟ إيش ممكن يصير؟ لو كل فرد فينا، كل فرد في المجتمع حاول أنه يعزز هذه الصفات فيه أو يتغير للأحسن، أو يحاول أنه مجرد أنه يحاول يتغير للأحسن، هذا بنشوف أثرها على مجتمعنا بشكل يعني مو بس فينا، حتى في عيالنا. يعني هذا بيخلينا ننتج جيل جديد أساسا يعني فيه هذه الصفات اللي إحنا نتمنى أن مجتمعنا يعني كلها تسود فيه. فلو كلنا نتعاون أن نعزز صفة فينا بين أهلنا، هذا ممكن أن يعني نشوف أثرها بعدين، يعني كل واحد فينا حتى يعني يخلي أصحابه، يخلي فاهم عارفة، مجرد هذه الخطوات البسيطة ممكن أنه يعني نغير شوي شوي حتى لو مجتمعنا صغير. صح ولا لا؟ صحيح. أنا أشاركك الرأي، بس أنا عندي جملة بسيطة دائما أقولها لما نطلع في اللايفات حقتي ولا أطلع حتى على الهواء، أقول أبسط شيء، أبسط شيء تقدر تقدمه ومرة سهل وما يكلفك ولا شيء، أنك تبتسم في وجه الناس. ابتسم في وجه نفسك، امسك كذا طالع في وجهك في المراية الصباح لما تطلع تقوم تفرش أسنانك ولا تغسل وجهك ولا تتوضأ عشان تصلي، طالع في نفسك، أما طالع في نفسك ابتسم. مو لازم تكون أنت مكشر وزعلان وتوك صاحي من النوم وفيك نوم زيادة وما تبغى تقوم ودوام ابتسم، بس هي أبسط شيء، يعني أبسط شيء تساهم فيه أنك تبتسم. أنت شو رأيك؟ لا أتفق معاك مرة، يعني سبحان الله أصلا لما تشوف أحد يعني وجهه بشوش ومبتسم دائما يدخل قلبك أصلا، لا يعني لا شعوري. عكس ان الواحد لما يصير مكشر، وهذا اقل شيء زي ما تقول الواحد يقدر يسويه. يعني انا اشوف انه يعني ما يكلف، ما في تكلفه، لا يعني لا جهد بدني ولا مقابل مادي ولا مقابل يعني عضلي، اني انا بروح اسوي خدمه ولا اقدم خدمات لأحد إني أساعده يمشي ولا أساعده يوقف، ولا ما في شيء. أنت تبتسم وأول واحد تبتسم لأنت. صح، وأثرها يعني كبير في المقابل. يعطيك العافية ريم، شكرا على المشاركة. عندك شيء تضيفينه يا بعد؟ الله يسعدك. أبد، كفيت ووفيت، يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا، شكرا لك، شكرا. يومك سعيد. شكرا. مع السلامة، شكرا. نكمل إنه فعلا شكرا ريم، يعني نبهتنا الحاجة أنه فعلا نفسك، تحب نفسك. طب إيش يعني أحب نفسي؟ هل أحب نفسي يعني تصير أناني، تصير إنسان متعجرف تقول أنا أحب نفسي يعني معناتها أنا ما أساهم في حياة الآخرين؟ لا، تحب نفسك أنك أنت تجعل من نفسك طاقة إيجابية، زي ما قلنا يا أخي أبسط شيء أنك تبتسم. عشان تحب نفسك ابتسم لنفسك أنت. ابتسم نفسك أنت، تكلم مع نفسك، بادر أنك أنت تكون لذاتك قاعد تحترمها، قاعد تعطيها أكبر،
تستمتع بحبك لهذه الذات. كيف أحب نفسي؟ معناته أني أنا أحترم رغبات جسدي، سوي نشاط رياضي. ما أقول لك والله أروح النادي، ولا أقول لك أمشي 7 ساعات في اليوم، ولا حتى ربع ساعة في اليوم. سوي نشاط رياضي بسيط، تتمرن، تساهم في مثلا تنظيف البيت، ترتيب البيت، هذا جهد بدني. أعطي نفسك ربع ساعة تتحرك في بيتك، تمارس أي طقوس تتحرك فيها عضلاتك، هذا يرفع ويعزز من ثقة جسدك، ثقتك في جسدك، في قدرتك. أعطي نفسك وقت أنك تسترخي، أقعد مع نفسك 5 دقائق بدون ما تتكلم مع أحد، بدون ما تمسك الجوال، بدون ما يكون عندك أي إزعاج، بدون ما تتكلم، حتى ما تتكلم مع نفسك، أصمت 5 دقائق. ما تطلب شيء أكثر من أنك أنت تصمت، تهدي الأفكار. أكثر ما يرهق الإنسان التفكير، صدقني. أنت لو تمارس جهد بدني، رياضة وهرولة وجري ولعب كورة وسباحة ورياضة ونادي، ترى أهون عليك من أنك أنت تكون قاعد تفكر. مارس طقوس تريحك، تعجبك، يعني القراءة. إذا أنت من الناس اللي ما يحب يقرأ أو ما يفضل القراءة، تقدر تسمع عادي. ما تقرأ اسمع، ما تسمع ولا تقرأ، يعني ما تحب الجزئين هذه، تفرج، شوف شيء يطورك، حتى لو كان موفي، حتى لو كان فيلم. ترى الفيلم اللي انت تتفرج عليه مو شرط انه يكون قصة درامية من وحي الخيال، ولا قصة كتبها كاتب وقاعد ينقلك فيها تصور، لكن تقدر في داخل هذه القصة اللي انت قاعد تتفرج عليها، تقدر تستنبط اشياء تنمي فيها شخصيتك، تقدر تستنبط اشياء تساهم في عملك. يعني انا اعطيكم تجربة من التجارب. فترة من فترات فعلا كنت اعاني من شيء، يعني من 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 جزء في حياتي الشخصية في العمل بالذات. كنت اعاني انه كان عندي مشكلة في نفسية، انه انا جاني احباط، ارهقت كثير في العمل، ارهقت كثير في التفكير، وبدأت احس انه مهما قدمت من مجهود في عملي النتائج ضعيفة جدا. وكلنا الإنسان، هذا الإنسان اللي يجي يوم يكون متحمس، يجي يوم يكون متضايق. فأنا الفترة حسيتها طالت، فكنت سبحان الله يعني قاعد في البيت، فبدأت أتابع مسلسل له علاقة بطبيعة عملنا، طبيعة عملي أنا كرجل أعمال، ولكن عندي في عملي أنا كرجل أعمال أمارس عملي اليومي زي موظفين اللي معاي في الشركة. فلما تابعت سبحان الله هذا المسلسل، جاني حماس، لأني لقيت أفكار جديدة كيف أسوي تنمية للمجهود يصير أقل لكن النتائج أفضل. كيف بديت أتعايش مع الموقف بأريحية، كيف أشوف أنه اللي الجزء المتعب بالنسبة لي أنه فرصة تولد شيء جديد. ففعلا كان نقل المسلسل من متعة أنه والله مشاهدة الدراما وكيف أحداث الدرامية، بس أني قاعد أتفرج على شيء وأبغى أعرف شو القصة، إلى أني قاعد تستفيد لشخصي. وفعلا هذا الشيء حول حتى مسار العمل بفضل من الله سبحانه وتعالى إلى نشاط مختلف، إلى شركة مختلفة في العمل، في أداء الموظفين وفي أدائنا إحنا كمجلس إدارة وملاك. ليش؟ لأنه بديت أتبنى فكر جديد، مو فكري، خرجت من صندوقي، رحت لصندوق آخر وقعدت أحاول أمارس نفس الطقوس، لقيت نفس النتيجة اللي هم حققوها بدأت تتحقق عندنا. هذا الشيء يعني أحب أقول لك إياه، أنه ترى عادي، عادي أنك أنت تأخذ من يومك ساعة ولا ساعتين تتفرج على شيء أو تسمع مقطع يفيدك. حتى ترى لو كانت يعني لو كان هذا المقطع مثلا يعني كان مقطع أغنية مثلا، أنا ما أنصحك تسمع كل يوم أغاني حزينة ومشاعر وعواطف، عادي، ترى كلنا يهفن الشوق أن نسمع كلمات ورائعة وكذا، لكن دور على الكلمات اللي لما تتكرر على أذهانك، ترى أنت قاعد تبرمج نفسك،
لو أنت كل يوم تسمع أغنية محبطة وقاعد تكرر عن نفسك هالشيء، ترى تصدقني راح ينعكس على سلوكك. لكن لما تسمع شيء يفرفشك، يساعدك، يطلعك من المود، بحيث أنه يكون متكرر عليك، مو شرط كل يوم، مو شرط كل شوية، مو شرط كل ما ركبت السيارة، لكن استفيد من طاقة الكلمات، استفيد من كل شيء بسيط في حياتك. عشان إيش؟ عشان ترفع رعايتك الذاتية بنفسك. لما ترتفع رعايتك الذاتية ترتفع الثقة، فبالتالي احترامك لذاتك، أنك أنت تلاقي في نفسك جودة داخلية قبل أنها تكون خارجية. يعني في أحد الدراسات الحديثة أن أغلب الأمراض العضوية هي سببها أمراض نفسية. كمان راح نتكلم أيضا أنه كيف تحقق توازن بين عملك وحياتك الشخصية، لكن بعد الفاصل. مؤشرات مع عبد الله بحميشان. عدنا إليكم أعزائي المستمعين مرة أخرى في برنامجكم برنامج مؤشرات، واليوم قاعدين نتكلم عن مؤشرات جودة الحياة. معكم أنا عبد الله بحميشان، وقاعدة ننتظر منكم مشاركاتكم، تواصلكم، أسئلتكم. نستفيد منكم، تستفيدون مننا. أرقام الاتصال 012-61-61-100، 012-61-61-100. عن طريق الواتساب 055-66-89-001، 055-66-89-001. نكمل. احنا كنا اليوم نتكلم عن مؤشرات في جودة الحياة، تكلمنا عن العلاقات الاجتماعية، تكلمنا عن التنمية الشخصية والتحقيق الذاتي، تكلمنا ايضا عن احترام الذات ورعايتك الذاتية بنفسك. الان نروح لجزء مرة مهم جدا 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 يفرق معانا دائما، وانا اتكلم مع نفسي قبلكم، اللي هو التوازن بين العمل وحياتك الشخصية. أنا شخصيا أنا عندي هذا الموضوع فيه تحدي كبير. ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. مين معانا ومن وين؟ معك مهند الأنصاري من جدة. حياك الله، هلا أخوي مهند، تفضل. الله يسلمك. بس حبيت أشارك أنا. تفضل. تفضل طبعا. الله يحييك. الله يسلمك. أبى يعني أتكلم عن الجانب النفسي. نعم. إنه يعني أنا اليومين هذه يعني حاسس باكتئاب يعني مرة يعني مرة قوي يعني، عارف كيف؟ نعم. يعني الحمد لله حسيت نفسي يعني ارتحت ما كلمتكم. نعم إن شاء الله دائما تكون مرتاح. الله يسلمك. فحسيت نفسي يعني بس في البيت يعني ما بأخرج ولا بروح ولا بأجي، يعني أحس الاكتئاب في العمل يروح يعني يضيع. الفراغ يسبب اكتئاب. بأنساه في الدوام. لكن بس مجرد ما أرجع البيت بحس يعني بخمول، بتعب، بكسل. وهذا اللي أبى أحسه يعني بس. طيب أنت تبغى رأيي ولا مشاركة فقط ولا قاعد تفضل؟ أكيد بستفيد منك يعني. الله يسعدك. طيب شوف. الله يسعدك. خلينا نتكلم عن جزء مهم في هذا الموضوع. أول شيء الفراغ. الفراغ هو اللي يسوي هذه المشكلة. أنت ما خلينا نبعد عن إنه نصعد الموضوع نوصل للكتاب. هو بداية اسمه اللي أنت تتكلم عنه اسمه اضطراب حاد في المزاج. عندك مشكلة في المزاج. مزاجك ما يكون رايق لما تكون لحالك. هو مو كتاب. ليش لما تكون لحالك مزاجك مو تمام؟ لأنه أنت في العمل تمام، ما عندك مشكلة. في ناس، في حركة، في أشياء تأديها، مشغول ذهنك، مشغول بالعمل. مجرد ما تصير لحالك تبدأ تفكر في التحديات اللي في الحياة، تبدأ تفكر في الأمور المالية، تبدأ تفكر في حياتك الشخصية. أنا ما أعرف أنت مرتبط أو لا، ولكن هذا التفكير هو المرهق. وعندي ولدين. الله يحميهم يا رب، يحفظهم ويتربوا في عزك وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، وتشوفهم تفرح فيهم. فإيش الحل البسيط في هذا الموضوع؟ خليني أقول لك أبسط حل، أنه أنت تمارس
أجزاء في حياتك مهمة اللي هو بطل تفكير. حاول خمسة دقائق كذا قرر مع نفسك أنه ما تفكر في شيء نهائيا. أبغى أقول لك معلومة مرة بسيطة، بكرة مو حقك ترى، أنت ما أنت مسؤول عنه، بكرة مو لك ولا أنت مسؤول أصلا أنك أنت تعرف إيش فيه. الله سبحانه وتعالى يحاسبك على بكرة. سؤال. أيوة معك. الله بيحاسبك على بكرة وبكرة لسه ما جاء؟ لا ما بيحاسب. طيب أنت ليش قاعد تحاسب نفسك؟ أكيد صح. يعني بكرة ما جاء وانت قاعد تفكر فيه، طب بكرة، والله بكرة اقساط السيارة، والله بكرة ايجار البيت، والله بكرة زوجتي هتطلب، ولا اولادي، ولا مدارس، ولا طب لسه ما جاء، ما تدري من فين يجيك الفرج، ولا من فين يجيك الرزق، ولا من فين يجيك الشيء اللي انت تحتاجه. طب امس خلاص عدى، يا تاخذ منه درس وتستفيد وتمارس حياتك طبيعية، يا لو قعدت عالق في الماضي ترى ما راح تتجاوز اللي انت فيه. فانت ما انت عايش الا هذه اللحظه اللي شوف، حتى الان انت عايش معايا الان، قاعد تتكلم معايا الان، انت في السياره، في المكتب، في البيت، فما تكون انت قاعد تتكلم معايا الان، بعد خمس دقائق انت ما تدري ايش يصير، يمكن تكون في المصلى تصلي الظهر، يمكن تكون قاعد مع شباب تتقهوى. فانت ما انت مسؤول عن الوقت اللي قدام، واللي راح تاخذ منه دروس وتمشي. فهذا الجزء في حياتك راح يريحك لو انت قاعد تفكر انه انا دحين عايش ايش الشيء اللي حسويه الان يحقق لي متعة، مو شرط اقول سعادة، اكون مستمتع بس. ايش الشيء اللي ممكن اسويه الان؟ اشرب قهوة، اروح اشرب قهوة، اتفرج تلفزيون، اسمع مقطع، اقرأ اي شيء بسيط، مو لازم تسوي شيء عظيم، سوي اشياء بسيطة تتراكم الين توصل لي نتيجة عظيمة. بداية النجاح أول طريق الألف ميل خطوة، المليون إذا نقص منه ريال ما صار مليون، صار 999,000. فأنت اليوم أتكلم في أجزاء بسيطة في حياتك، زي ما طب سوي حاجة مرة سهلة، ابتسم كل يوم في الصباح كده وأنت قايم، ابتسم قول لنفسك يعني ما شاء الله تبارك الله على طول، يعني في خلاص مارس، مو في الدوام، مارسها مع نفسك. بس هو الواحد مع نفسه. يا سلام. يعني المشكلة مع نفس يعني الشخص، يعني عارف هي هذه التحدي اللي يواجهنا كلنا، انه احنا مع انفسنا ما نتفاهم معاها، احنا للناس قاعدين نعطي، احنا بنعطي للآخرين، احنا الشمعة المحترقة للآخرين، لازم نضحك قدام الناس، لازم نجامل قدام الناس، لازم نتكلم قدام الناس انه احنا ما فينا الا الخير والعافية والصحة، وهذا يعني هذا ان شاء الله يكون من شكر النعمة. ولكن لما تجي مع نفسك انت قاعد تجلد نفسك، انا والله وديت المبلغ الفلاني في المكان الفلاني وهذا غلط، انا تسلفت الدين الفلاني وهذا غلط، انا ورطت نفسي مع فلان وتكلمت معه بطريقه غلط، انا وقاعد تلوم، بس تلوم في نفسك. تبي تحاسب نفسك صح؟ حاسب نفسك بس تستفيد من الدرس، مو تحاسب نفسك عشان تطلع نفسك تكون عالق في نفس المكان. الشيطان في القرآن الكريم متعته انه يحزنك، متعته انه يعدك بالفقر، متعة الشيطان انه يخوفك من الحياة. شوف، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، هذا القرآن. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يبغاك تحزن. لما تجي تشوف ارادات الله لك سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يريد بك اليسر، يريد بك الخير، يبغاك تكون سعيد. أكيد. فأنت دائما تشوف كيف تقارن إرادة الله لك بإرادة الشيطان، راح تلاقي نفسك قاعد، مع احترامي الشديد وأسفي سامحني بس أنا أكون معك مرة صريح، لا العادي، أنت قاعد طاوع الشيطان وناسي أن الله سبحانه وتعالى يبغاك في هذا الطريق، وأنت قاعد تمشي مع الشيطان. الشيطان يقول لك أحزن، أضايق، أكتئب، ليش هذا؟ يعني أنا آسف الكلام لنفسي قبلك، هذا قلة إيمان. إحنا عندنا مشكلة إنه إحنا فعلا نعرف إنه في ربنا، إحنا مؤمنين إن الله موجود، مؤمنين إنه قدرة الله سبحانه وتعالى تفوق قدرة كل قادر، مؤمنين إن الله سبحانه وتعالى هو الجبار اللي يجبرنا في مصابنا، في مشاكلنا، في تحدياتنا، لكن دائما مستعجلين،
ندور على النتيجة. طب أنت ما أنت مسؤول عن النتيجة، النتيجة مو حقك، النتيجة الله يحقق لك هي، أنت تسعى بس والله سبحانه وتعالى يعطيك النتيجة. إذا كان عندك هذا الإيمان صدقني راح يكون في تقصير، أكيد ممكن يكون في تقصير. أنت التقصير شوف أقول لك شيء للأمانة، التقصير في حق نفسك، لأنك أنت إذا تعاملت مع ذاتك بطريقة فيها نوع من احترام الذات، تحترم عقلك، احترم عقلك أنه عقلك هذا هو اللي صنع التليفون اللي قاعد تكلمني منه، عقلك هو صنع السيارة اللي انت راكبها، عقلك هو اللي صنع المكيف، عقلك اللي صنع الطيارة، عقلك اللي صنع كل شيء تشوفه حوالينك مبهر بمين؟ بفضل من الله سبحانه وتعالى. فاحترم عقلك، انه هذا العقل الله اعطاك اياه عشان يستخدم في طريقة صحيحة تنتج، يستخدم في شيء يترك اثر في حياتك وحياة الناس. لا تخلي عقلك يتعطل بسبب الشيطان. طولت عليك، الله يخليك، تسلم حبيبي، يعطيك العافيه. الله يعافيك. واللي استفدت، استفدت من كلامك طبعا، واللي استفدت اكثر كمان يعني الواحد برضو على قولك لازم يبادر يعني في الرياضه في المشي، يعني الواحد يشتت ذهنه يعني اقل شيء كمان، يعني عارف كيف؟ صح، ركز في شيء غير الشيء اللي انت مركز فيه. لكن الله يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا شكرا لمشاركتك، يعطيك ألف عافية. نطلع فاصل ونرجع لكم. مؤشرات مع عبد الله بحميشان. عدنا إليكم أعزائي المستمعين مرة أخرى ببرنامجكم برنامج مؤشرات، معي أنا عبد الله بحميشان، وكنا نتكلم عن مؤشرات جودة حياتك. تكلمنا عن كم محور، سبحان الله كنت أتوقع أن أقدر أغطي محاور اليوم بالكامل، لكن إحنا ما عرفنا نعدي حتى المحور الرابع من كثر أهمية كل محور. تكلمنا عن علاقاتك الاجتماعية، تكلمنا عن تنميتك الشخصية، تحقيق الذات، تكلمنا عن التوازن بين العمل والحياة الشخصية، تكلمنا أيضا عن احترام الذات والرعاية الذاتية لشخصك. جزء مرة سهل وبسيط ورائع، وتكلمنا فيه في بداية البرنامج، بداية حلقتنا اليوم، وبرجع أعيده مرة ثانية، لكن بذكركم بأرقام التواصل. احنا في الفاصل الأخير، نستمتع في مشاركاتكم ونستمتع في رسائلكم. للاتصال 012-616-1100 لرسائل واتساب 055-66-89-001 الجزء البسيط اللي تكلمنا عنه في بداية البرنامج اللي هو التعاطف. التعاطف قلنا أبسط شيء، تعاطفك مع الآخرين ابتسامة، ما طلب منك شيء، ولا أنا أصلا قادر أني أطلب منك شيء، أنا ماني مسؤول عنك، أنت حر، هذه حريتك الشخصية، أنت الله خلقك حر. ولكن البسيط السهل الممتنع اللي تقدر تسويه بدون أي تكاليف، ابتسامة. ابتسامة، طالع في نفسك مرأة، ابتسم، ابتسم للآخرين، ابتسم للحياة، ابتسم للظروف، حتى لو كانت الظروف قاسية ابتسم. ترى مو كلام تنظيري، يعني مو كلام تنظيري، بس أنا أبغى أقول لك شيء، أنت ما تقدر تغير أي شيء، لا لما تحزن ولا لما تبكي ولا لما تضايق، ما تقدر تغير شيء، خلاص. والحزن عادي طبيعي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن على فراقك يا إبراهيم ولا محزنون، ما في شيء يقول لك لا تحزن، لكن ما حتقعد حزين طول الوقت، ما مو هذا الصح. فالابتسامة أبسط شيء تتعاطف فيه مع نفسك مع الآخرين. التسامح، جرب تتسامح مع نفسك، جرب تسامح الآخرين، جرب تسامح نفسك على أخطائك. الله سبحانه وتعالى تواب، إذا الله سبحانه وتعالى يتوب عليك، أنت ليه ما تسامح نفسك؟ أنت ليه ما تسامح الآخر؟ أنت ليه ما تسامح الحياة؟ ليه ما تسامح الظروف؟ إيش المشكلة وسامحت؟ إيش اللي راح يعني يخليك في مسألة التعب والضيق؟ بس هو ترى تفكيرك، الحاجز اللي بينك وبين أي شيء جديد هي فكرة. ما في أحد ماسكك يقولك لا تبتسم، إذا ابتسمت راح تروح السجن، ولا إذا ابتسمت راح تروح النار، ولا إذا ابتسمت راح تروح في مصيبة.
ما حد ماسك، هي فكرة في راسك. كيف ابتسم وانا عندي ظروف؟ كيف ابتسم وانا عندي حزن؟ كيف ابتسم وانا عندي مشاكل؟ لا ابتسم، ابسط شيء تقدر تسوي التعاطف فيه مع نفسك. حاول تقعد مع ناس تسمع منهم انجازاتهم وتبارك لهم هذه الانجازات، تبارك، تبارك هذا الانجاز، تستمتع فيه، تستمتع كيف انجز، تستمتع معه كيف ممكن انت تساعده، كيف انت ممكن تزيد هذا الانجاز انجاز افضل. نظم وقتك بين انك تكون مساعد للاخرين، يعني مو تكون دائما مفرط في هذا الجانب، بس تساعد الناس، تساعد الناس تنسى نفسك، وبين انك انت تكون مع نفسك. خلي دائما يومك افضل. كيف تخلي يومك افضل؟ حاول في يومك تسوي شيء افضل لشخص واحد، لمخلوق واحد. شفت بسه في الشارع، جيب قارة مويه، حط لها في صحن مويه، خلها تشرب تروع عطشها. انا اتذكر ايام ما كنت في الجامعه كان عندي عاده دائما اطلع الصباح من البيت اروح اقعد على البحر قبل لا اروح الدوام، قبل لا اروح الجامعه ومحاضراتي. فكنت اتذكر رجل، يعني اشوف شيء غريب، اول ما يجي يوقف سيارته عند البحر كل القطط او البساس يجون يتجمعون عند السياره. كنت استغرب وكنت اشوفه بشكل يومي، بس هو ايش يسوي؟ ينزل معاه قاره مويه ومعاه صحن بلاستيك، يصب المويه في الصحن ويروح يتفرج على البحر، بعدين البساس هذول يمشون من عند الصحن، خلاص ياخذ صحنه اذا كان في باقي مويه يكبها في البحر، ويقفل قاره المويه حقته يحطها في شنطه السياره ويمشي كل يوم. تخيل قديش حجم السعاده انت لما تساعد مخلوق. ترى مره بسيط الموضوع، المويه تعبيها من بزبوز البيت، مو شرط تروح تشتري مويه بريال. فهذه الاشياء صدقني راح تخلي يومك افضل، راح تخلي مؤشرات حياتك ترتفع. احنا وصلنا اليوم لاخر برنامجنا، اخر حلقتنا اليوم في برنامجكم برنامج مؤشرات، وكنا نتكلم عن مؤشرات جوده الحياه. كنت معاكم انا عبد الله بحمشان من خلف المايك، وشكرا لكم اعزائي المستمعين، شكرا لزميلي من الاخراج خالد القايدي، وشكرا لكل شخص خلى يومه أسعد وأفضل من أول. تحياتي.